الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب اللباس، قال: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. قال: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخزة ولا النمار. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحاح. وفي رواية للترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش. هذا الباب عقده المصنف لبيان هذه المسألة، وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود النمور، عن لبسها وعن افتراشها. قد مر علينا أن الافتراش يسمى لباسا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث، قال: لا تركبوا الخزة. الخزة المراد به الحرير، المراد به الحرير، وقد مر علينا بيان هذه المسألة. قال: ولا النمار. النمار جمع نمر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الركوب على نهى عن الركوب على جلود النمار. وفي الحديث الآخر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، وهذا أعم، فليس الحكم خاصا فقط بالنمار، وإنما هو عام في كل سبع، فيشمل الأسد والكلاب وغير ذلك مما يسمى سبعا، فإنه لا يجوز أن يركب ولا أن يفترش ولا أن يلبس. والعلة في ذلك أمران: الأمر الأول أن هذا قد يسري في طباع المرء، قد يسري في طباع المرء، ولذلك يعني الإنسان يتخلق بأخلاق الحيوانات التي تكون معه، وذلك ما من نبي إلا رعى الغنم لما فيها من السكينة والهدوء. قد جاء في الحديث أن الكبر والخيلاء مع أهل الخيل والإبل، فكل يتعلق، فكل يعني يتأثر بما حوله. فكذلك المرء إذا لبس هذه الجلود، جلود النمار وبقية السباع، فإنه قد يتأثر بأخلاقها وبصفاتها، فنهي عن ذلك. والعلة الثانية لنجاستها، العلة الثانية لنجاستها، ولذلك الصحيح من أقوال العلم أنه لا يجوز أن تلبس هذه الجلود ولا أن تفترش ولو دبغت، فإن الدباغ لا يطهرها. فالذي يجوز أن يلبس ويفترش من الجلود هو ما تحل فيه الذكاة وما يؤكل، كبهيمة الأنعام وكالخيل وكبقية ما يؤكل ويباح، فإن ما يؤكل ويباح فإنه يجوز أن يدبغ جلده وأن يفترش وأن تصنع منه الملابس، وأما ما سوى ذلك فإنه لا يطهر بالدباغ. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو لعنا أو نعلا أو نحوه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا في الحديث، هذا الحديث والدعاء في من لبس لباسا جديدا، فإنه يقول هذا الدعاء: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني. اعتراف بالفضل لله سبحانه وتعالى، لأن من أعظم النعم علينا نعمة اللباس، فاللباس سبب لستر العورات، سبب للدفء، سبب لاتقاء الحر، لغير ذلك من الأمور العظيمة في هذه النعمة الجليلة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فهنا اعتراف، يعترف المرء بنعمة الله عليه فيقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني. فالنعمة من الله عز وجل،
وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك من شكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة نعمة اللباس أنك لا تعصي ربك سبحانه وتعالى في هذا اللباس بأن تلبس لباسا محرما أو أنك تسبل إزارك وثيابك وتعصي الله عز وجل في نعمة أنعمها عليك. فلولا الله عز وجل ما لبست الثياب، فهذه نعمة لا تعصي الله في نعمته. وأيضا من شكر الله على هذه النعمة أن تتصدق بما زاد من احتياجك من هذه الملابس، تعطي إخوانك المحتاجين، فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة نعمة اللباس. وتسمي هذا اللباس باسمه، سواء كان عمامة أو قميصا أو رداء أو غترة أو سروالا أو فنيلة، تسميه باسمه، تقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا السروال، هذا الثوب، هذا الشماغ، هذا النعال، كله يسمى لباس، وتقول هذا الدعاء اللهم لك الحمد أنت كسوتني، وتسميه أسألك خيره وخير ما صنع له، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره ومن شر ما صنع له، لأن هذا اللباس قد يكون خيرا وقد يكون شرا. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور، بيده النفع والضر، تسأله الخيرية وتعوذ به من الشر. فهذا في من لبس ثوبا جديدا. بصراحة هذا الحديث أنه كان إذا سجد ثوبا، سجد يعني لبس ثوبا جديدا. أما اللباس الذي ليس جديدا فهناك دعاء أيضا يقال، وإن كان بعض العلم يقول أن هذا أيضا في اللباس الجديد، ولكن ظاهر الأدلة وظاهر الحديث أنه في كل لباس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما لبس ثوبا، ولم يقيد ذلك بالثوب الجديد، قال ما لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كسانيه ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم، فضل عظيم من جدة، ولكن الناس تغفل عنه. عند لبسك أي لباس، واللباس يتكرر علينا كل يوم، بل قد يتكرر علينا في اليوم أكثر من مرة، فإذا لبس هذا الثوب، هذا الفنيلة، هذا السروال، فقل هذا الدعاء الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة يغفر لك ما تقدم من ذنبك. وهذا الحديث عام في كل لباس، جديدا كان أو غير جديد. وتقييد بعض العلم لهذا الحديث بأنه جديد تقييد من غير دليل، لأن كل الروايات الواردة في كتب السنة ليس فيها تقييد بالثوب الجديد في هذا الدعاء، أما هذا الدعاء الذي بين أيدينا في هذا الكتاب فهو خاص بالثوب الجديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد ثوبا، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ثوبا سماه باسمه ثم قال هذا الدعاء. ثم قال المصنف رحمه الله في آخر هذا الباب في هذا الكتاب، قال باب استحباب الاهتداء باليمين في اللباس، قال وهذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الحديث الصحيح به، تقدم الكلام عن هذه المسألة. ولكن هنا مسألة أيضا يعني ينبغي ذكرها، وهو ماذا يقال لمن لبس ثوبا، لمن لبس ثوبا جديدا. عرفنا ماذا يقول من لبس ثوبا جديدا، أن يقول هذا الدعاء اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. لكن أنت ماذا تقول لمن لبس ثوبا جديدا؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أبل وأخلق، يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لمن لبس هذا الثوب بهذا الدعاء. لذلك قال أبو نضرة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قالوا له تب لي ويخلف الله، تب لي ويخلف الله. ومن هنا نستفيد فائدة، ما حكم الدعاء الذي يقوله الناس اليوم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قال له الآخر تقطع بالعافية، يصح ولا ما يصح هذا الدعاء؟ أنا أقول يصح ولا ما يصح؟ إذا قلت تقطع بالعافية يصح، وهذا دعاء صحيح تدل عليه السنة، تدل عليه السنة. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم خالد رضي الله عنها، وهي بنت خالد بن سعيد رضي الله عنهما، قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، أتي بثياب فيها خميصة سوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ترون نعطيها هذه الخميصة؟ فسكت القوم
فأتي بأم خالد تحمل كانت صغيرة، فقال لها النبي فألبسها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، كررها مرتين أبلي وأخلقي. وهذا هو معنى ما يقوله الناس قطع بالعافية، أبلي وأخلقي، وهو دعاء بطول عمر المدعو له وبطول بقاء لباسه. وذكر راوي الحديث أن أم خالد رضي الله عنها ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عمرت حتى عاشت أكثر من 100 سنة. وقال أبو نضرة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لمن لبس ثوبا جديدا تبلي ويخلف الله، فدل على أن هذا الدعاء الذي يقوله عامة الناس تقطع بالعافية دعاء صحيح ولا إشكال فيه، وهو مأخوذ من هذا المعنى في هذا الحديث الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قول أبو نضرة أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لمن لبس ثوبا جديدا تبلي ويخلف الله. فهذه بعض المسائل على هذا الكتاب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.